المقر الإداري مركز بحوث الصحراء، المقر الرئيسي في القاهرة. يعني بداية بنحب نعرف السادة المشاهدين بتاريخ مركز بحوث الصحراء، وإيه هو وإمتى أنشئ وفكرة النشأة بتاعته. مركز بحوث الصحراء من أقدم المراكز البحثية المتخصصة في كل علوم الصحراء، وهو يكاد يكون المركز الوحيد المعني بكل علوم الصحراء تحت مظلة واحدة اسمها مركز بحوث الصحراء. هو تابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أو أحد الأذرع البحثية التطبيقية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. بدأ مركز بحوث الصحراء بفكرة من الملك فؤاد في بداية القرن الماضي، بأنه إحنا بلد جزء كبير من الأراضي بتاعتها صحراوية، فإزاي ما يكونش عندنا كيان أو هيئة معنية بدراسة الصحراء والموارد بتاعت الصحراء وتنميتها وما يتعلق بذلك. فكانت الفكرة بإنشاء معهد فؤاد الأول للصحاري المصرية. افتتح الملك فاروق الأول معهد فؤاد الأول للصحاري المصرية قبيل ثورة 52 في 1950. وبناء على ذلك فتاريخ مركز بحوث الصحراء ممتد من 73 سنة تقريبا، يعني احنا في 2023 دلوقتي، مر على مركز بحوث الصحراء منذ إنشائه كمعهد فؤاد الأول 73 سنة متواصلة. تدرج فيها مركز بحوث الصحراء من معهد إلى أن وصل في 1990 إلى تحويله، أو زي ما بنقول زيادة اختصاصاته وزيادة مهامه وزيادة هيكلته الوظيفية، فتحول إلى مركز بحثي اسمه مركز بحوث الصحراء بقرار الجمهوري رقم 90 لسنة 1990. طيب، إيه هي البنية الأساسية أو المنظومة الوظيفية لمركز بحوث الصحراء؟ مركز بحوث الصحراء هو مقسم إلى أربع شعب بحثية. الشعب البحثية يعني لو قلنا بالمناظرة مع جامعة توازي مجموعة كليات حسب التخصصات اللي فيها. إحنا عندنا أربع شعب بحثية: شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية، وواضح من اسمها إنها معنية بالموارد الأرضية ومعنية بالموارد المائية، وفيها مجموعة من الأقسام البحثية اللي بتواصل عملها في البحوث التطبيقية والبحوث الأساسية. وتحت كل قسم من الأقسام دي في وحدات بحثية، يعني تخصص والتخصص الدقيق. دي الشعبة الأولى. الشعبة الثانية شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة، ودي الشعبة النباتية، شعبة الزراعة، الشعبة المعنية بكل تخصصات الزراعة والموارد النباتية وإزاي تعظيم الاستفادة من الموارد النباتية في المناطق الصحراوية. الشعبة الثالثة شعبة الإنتاج الحيواني والداجني، وتضم عدد من المراكز البحثية برضو زي كل شعبة، معنية بصحة الحيوان، بالإنتاج الحيواني، بالصناعات القائمة على الإنتاج الحيواني. الشعبة الرابعة وهي شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، لأن احنا في الأساس كل الدراسات اللي بتبنى أو اللي بتتم من أجل تطوير وتنمية الصحراء أو تعظيم الاستفادة من الموارد البيئية والموارد الصحراوية، هي تصب في الأساس أو الهدف الرئيسي عندنا هو المجتمع. فكان لابد من وجود شعبة يعني مهمة جدا، اللي هي شعبة الدراسات الاقتصادية والدراسات الاجتماعية. المركز يضم 23 قسم بحثي في كل الشعب البحثية اللي احنا ذكرناها دي، فيها من تخصصات الجيولوجيا للجيوكيمياء للجيوفيزياء للمية لشعبة البيئة، أقسام الإنتاج النباتي والكثبان الرملية ووقاية النبات والأصول الوراثية النباتية، شعبة الإنتاج الحيواني، صحة الحيوان، فسيولوجيا الحيوان، الإنتاج الأعلاف أو تعظيم الاستفادة من الموارد النباتية لتصنيع وإنتاج الأعلاف وتطوير هذه الصناعة الهامة.
في شعبة الدراسات الاقتصادية أقسام الاجتماع والاقتصاد والإرشاد البيئي أو الإرشاد والمجتمع. كل الأقسام دي بتعمل في منظومة متكاملة علشان تحول الأبحاث من أساسية إلى تطبيقية بما يخدم تعظيم الاستفادة من الموارد الأرضية والموارد البيئية وحتى المميزات في الموارد المناخية في مصر بما يخدم المجتمع وبما يخدم خطة الدولة على مدار السنوات الطويلة دي كلها في إنها إزاي يكون مركز بحوث الصحراء هو أحد وأهم الأزرع التنفيذية لكل الخطط التنموية والمشروعات اللي بتقوم بها الدولة، وخاصة إن الصحراء في مصر تفوق 93% من المساحة الكلية للأراضي المصرية. مركز بحوث الصحراء بيهتم بدراسة كل الموارد المتاحة في الأراضي الصحراوية لتعظيم الاستفادة منها وللحفاظ عليها ولاستخدامها الاستخدام الأمثل بما يحقق أنشطة أو بما يحقق برامج ومشروعات الدولة المصرية بما يحقق رؤيتها أو خطة التنمية المستدامة فيها. زي ما ذكرت من شوية إن احنا عندنا 23 قسم بحثي، عندنا مئات الباحثين اللي بيشتغلوا في كل التخصصات. في الحقيقة البحوث بتاعتنا بتنقسم إلى عدة أقسام، منها بحوث أساسية زي ما هو الوضع في أي كيان بحثي أو أي هيئة بحثية، بتعمل البحوث الأساسية الأولية، ثم يعني يتوالى الشغل على البحوث دي حتى تصل إلى حيز التطبيق، سواء في الموارد النباتية أو الموارد الأرضية اللي هي مصادر الأراضي أو الموارد المائية. كل المشروعات اللي بتتم في الأراضي الصحراوية لازم تعتمد في الأول، وخاصة المتعلقة بالتنمية الزراعية لازم تعتمد في المقام الأول على دراسة تصنيف التربة ودراسة المصادر المائية وإتاحية المية وخواصها وعمقها وتواجدها والخزان الجوفي ونوع الخزان الجوفي وجودة المية اللي فيه وكمية المية اللي فيه وكمية السحب الآمن لو أنا حبيت أعمل مشروع تنموي في المنطقة دي علشان بما لا يضر بحقوق المجتمع الأجيال القادمة، وده مفهوم الأساسي للتنمية المستدامة اللي بيعمل فيه مركز بحوث الصحراء ضمن منظومة العمل في الدولة المصرية. كل البحوث اللي بتتم مركز بحوث الصحراء بيتميز بأنها تكون على أرض الواقع، يعني عدد قليل جدا من البحوث اللي بينطبق عليها اسم البحوث الأساسية أو تندرج تحت نوع البحوث الأساسية اللي هي بمجرد بتكون يعني إيه بداية تطبيق منهجية جديدة في البحث العلمي عشان نبقى على التراك أو على الطريق في أي جديد أو أي حديث، ولكن بيكون هدفنا من أول أي جهود بحثية إن احنا نصل بيها إلى التطبيق. بالإضافة إلى أن معظم بحوثنا في مركز بحوث الصحراء بتتميز بالتطبيق لأنها فعلا بتكون في إطار خطة الاستراتيجية لمركز بحوث الصحراء اللي بيشترط تنفيذ البحوث على أرض الواقع، وأن تكون المخرجات بتاعتها والتوصيات بتاعتها والنتائج بتاعتها على أرض الواقع فعلا. وعلشان كده مركز بحوث الصحراء ما بيلاقيش معوقات كتير في أنه عند الاستعانة به في أي مشروع قومي أو مشروع تنموي بتكون عندنا إتاحة التوصيات، إتاحة البيانات، المعلومات في إطارها الشرعي والرسمي في أنها تمد متخذ صانع القرار وتمد متخذ القرار بكل الاحتياجات من البيانات والمعلومات والمعرفة عن الموارد اللي بتقوم عليها هذه المشروعات. موضوعنا هو تنمية الثروة الحيوانية. احنا اخدنا برنامج عن تنمية الثروة الحيوانية في جنوب سيناء بهدف ان احنا نشوف ايه المشكلات والمعوقات اللي بتعوق تنمية الثروة الحيوانية في مصر عموما، وخدنا نموذج جنوب سيناء عشان لقينا ان الثروة الحيوانية في جنوب سيناء انخفضت من 63 ألف راس سنة 2020 لأقل من 46 ألف راس في 2021. طب ايه المشاكل اللي بتواجه الثروة الحيوانية عشان احنا نقدر نعالجها؟ في البداية احنا لازم نعرف ان التغذية او الاعلاف بتمثل 70% من الانتاج الحيواني، من اي مشروعات للانتاج الحيواني. عشان كده كان الهدف ان احنا نوجد مصادر بديلة او حلول للتغذية لتغذية الحيوانات.
من اهم المصادر اللي احنا ممكن نشتغل عليها في الفتره الحاليه طبعا الاستيراد، يعني الموضوع بقى كبير قوي، احنا بنستورد كتير جدا من العلب بتاعتنا، لكن لازم نشوف حلول بديله. بدانا في محافظه جنوب سيناء ان احنا بنشتغل على المحاصيل العلف اللي احنا ممكن تكون متحمله لظروف البيئيه وظروف الملوحه في جنوب سيناء، وابتدينا نشتغل كمان على بدائل الاعلاف الغاليه زي فول الصويا اللي هو الثمن النهارده وصل لاكثر من 37,000 جنيه للطن، فبدانا نشوف مصدر بديل ليه زي الازوره. الثروه الحيوانيه عنصر اساسي في حياتنا كمصريين وفي العالم كله. في مصر الثروه الحيوانيه احنا طبعا بنهتم بيها بشكل كبير جدا عشان نقدر نوجد بدائل او حلول عشان ما يحصلش، يعني زي ما احنا شايفين الاسعار عماله تزيد بشكل كبير جدا، اسعار الحيوانات عماله تزيد بشكل كبير جدا، الناس بتشتكي من زياده اسعار اللحوم. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نقلل من المدخلات، نقلل من تكاليف المدخلات اللي اساسها زي ما قلنا التغذيه. عشان كده احنا في مركز بحوث الصحراء وفي شعبه الانتاج الحيواني بندور دايما على البدائل وعلى الحلول. من ضمن الحلول زي ما قلت لحضراتكم المحاصيل الاعلاف اللي ممكن تكون حل كبير جدا لتوفير اعلاف للحيوانات. عشان كده احنا ابتدينا نزرع بعض الاعلاف اللي هي ممكن تجود في البيئات الصحراويه زي البانيكم، زي الدخن، زي السورجم، زي حشيشه السودان، انواع كتير من الاعلاف اللي ممكن تحل مشكله كبيره جدا في خصوصا في الفترات اللي ما فيهاش اعلاف. بدأنا نستزرع الأزولة، والأزولة ده مصدر جيد للبروتين الحيواني عشان نكون يكون فيما بعد بديل جزئي لمصادر البروتين في العلية زي الصويا. فاحنا ابتدينا الحمد لله احنا زرعنا أكثر من 200 فدان في مدينة الطور محاصيل أعلاف. لقينا في هناك مثلا المخلفات، المخلفات دايما أنا أقول عليها الكنز المهدر. يعني مخلفات الخضروات، مخلفات عروش الخضروات والنواتج تأليم الزيتون والأشجار والنخيل وأشجار الفاكهة، كل ده إحنا بنعيد تدويره في صورة سيلاج، بنعمله سيلاج أو كومات علفية للحيوانات. دي النهاردة كل مزرعة في المزارع اللي إحنا اشتغلنا فيها عندها النهاردة ما يكفيها من الأعلاف لفترات طويلة. ده نموذج صغير إحنا بنقدمه عشان بعد كده إحنا نتوسع فيه إن شاء الله بحيث إن إحنا نقدر نحل مشكلة الأعلاف. بالنسبة للأزولة إحنا خدنا الأزولة كمصدر جيد للبروتين زي ما قلنا، إن إحنا إزاي نخلي الـ كل مزرعة فيها مصدر للبروتين، هو ممكن يكون عنده الذرة، ممكن يكون عنده الشعير، ممكن يكون لكن ما عندوش مصدر البروتين، ومصدر البروتين الرئيسي هو فول الصويا. وده غالي جدا ودايما بنعتمد عليه في استيرادنا، لكن احنا لو قدرنا نوفر المنتج ده داخل المزرعه، عشان كده احنا استزرعنا حوالي 29 مزرعه ازوله او حوض ازوله في مدينه الطور والوديان المجاوره ليها، عشان النهارده يبقى كل مزارع عنده المصدر للعلف اللي هو السيلاج ومصدر للبروتين زي الازوله. طيب حاجه كمان احنا لازم بنهتم بيها كشعبه انتاج الحيواني هي السلاله نفسها، السلاله اللي ممكن هتتاقلم مع الظروف البيئيه. احنا مش هنروح نقول نجيب يعني بعض السلالات اللي هي بتجود في المنطقه البارده ونقول هنشتغل عليها عندنا، لا، كل ده لازم يكون مدروس وكل ده لازم يكون يعني فيه شكل كبير جدا ان احنا نتاقلم او نأقلم الحيوانات اللي احنا موجوده عندنا مع الظروف البيئيه ومع الظروف اللي احنا بنسميها الظروف الصعبه اللي هي في الصحراء بتاعتنا. عشان نتكلم عن ازاي نوصل بانتاجنا الحيواني وبالمربين اللي مهتمين بانتاج الحيواني للتنميه المستدامه. التنميه المستدامه معناها ان احنا عاوزين نعمل تنميه وتفضل مستمره، ده المعنى البلدي ليها، ان احنا نعمل تنميه وتفضل مستمره عندنا، مش هنعمل مشروع يقعد سنه وينتهي، لا، احنا عايزين نستمر. طبقا لخطه الدوله في اتجاهها نحو التنميه المستدامه وتحقيق اهدافها، مركز بحوث الصحراء بيهتم بان احنا المناطق اللي بنشتغل فيها بيبقى الهدف الاساسي بتاعنا فيها هو ان يكون في استدامه للمشروعات واستدامه للتنميه. عشان كده دايما احنا بنتواصل مع المربين ومع المزارعين بشكل مستمر وبشكل دائم من خلال التدريب والدورات التدريبيه ورش العمل، الزيارات الحقليه، المدارس الحقليه اللي احنا بنعملها عند المربين، الحقول الارشاديه اللي احنا بننفذها في كل صحراء مصر عشان تكون ارشاد لكل المزارعين اللي في المنطقه اللي احنا بنشتغل فيها. عشان كده احنا برضو بينتشر محطاتنا في صحراء مصر، محطات البحثيه بتاعتنا بتكون دورها بحثي في المقام الاول، خدمي في المقام الثاني، ان احنا المناطق المجاوره للمحطات البحثيه بنقدر نقدم فيها كل خدماتنا، كل استشاراتنا، عشان ده يهدف الى التنميه المستدامه في المناطق اللي احنا بنشتغل بيها. ان شاء الله قطاع الانتاج الحيواني ابتدى يبقى له ساوند كويس او له ظهور كويس في بعض المناطق الصحراويه. يعني النهارده احنا ما كناش بنشوف مثلا بقر ولا جاموس في شمال وجنوب سيناء، النهارده بقى في بقر وفي جاموس في شمال وجنوب سيناء، النهارده بقى في بقر في الوادي الجديد،
ده نتيجه عمليات التحسين الوراثي زي ما قلنا، عمليات الاقلمه اللي احنا بنعملها للحيوانات. حاجه ثانيه قطاع الدجني، في قطاع الدواجن كمان احنا بدانا النهارده، يمكن احنا عندنا برضو احد البرامج اللي هي بتهدف الى تكيف سلالات الدجاج المستورده مع الظروف البيئيه عندنا في 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 المنطقه الصحراويه. عشان كده احنا بدانا في منطقه راس سدر وعملنا برنامج بيهدف الى تكيف سلالات المستورده من الدجاج اللي هي البياض، وعنده عمر الانتاج البيض مهما حصل من ارتفاع في درجات الحراره او غيرها، احنا بنقدر نتغلب عليها بعد ما عرضنا الدجاج ده في عمر اليوم ويومين وثلاثه لصدمات حراريه، بحيث ان ده بيخلق عنده نوع من البروتينات اللي هي بتواجه الصدمه الحراريه. فلما بيوصل لمرحله انتاج الطائر ده، بيوصل لمرحله الانتاج، خلاص اي صدمه حراريه بتقابله هو لا الحمد لله بيقدر يتغلب عليها، وبنقدر نوصل لانتاج كويس. وعشان كده مصر الحمد لله في حته قطاع الانتاج الدجني احنا عندنا تقريبا اكتفاء ذاتي، انتاجنا من البيض عالي جدا. لكن برضه هنرجع نقول طب ايه سبب ارتفاع الاسعار؟ راجع اساسا للعلف. وعشان كده هي الحلول المتاحه حاليا ان احنا لابد بندور على اعلاف بديله، بندور على مصادر بديله للاعلاف، بندور على ازاي نوفر علف محلي، محل الصنع بتكلفه قليله، وبالتالي هينعكس ذلك على اسعار المنتج الحيواني او المنتج الدجني في الفتره القادمه ان شاء الله. من ضمن المعوقات اللي بتعوق تنميه الثروه الحيوانيه وخاصه في المناطق الصحراويه اللي هو عدم الوعي الكامل للمربين والمزارعين في ازاي يربي صح، ازاي يكون عنده فكره جيده عن الانتاج الحيواني. عشان كده دور مركز بحوث الصحراء الدائم هو التواصل الدائم مع المربين والمزارعين، ومن خلال اللي احنا زي ما قلنا قبل كده بنعمل لهم دورات تدريبيه كتير مكثفه، بنتعامل معاهم ازاي هو ينتج العلف عنده في مزرعته، هو عنده كميه كبيره من العلف الاخضر هيحتاج منها جزء بسيط، طب الجزء الباقي هيوديه فين؟ عشان كده احنا بنقول له لا احنا ممكن نعمله سيلاج، والسيلاج ده حاجه يعني احنا بنعامل المنتج الاخضر ده بيولوجيا ونحفظه لمده ممكن تصل للسنه. عشان كده هو متوفر عنده اللي نجحنا فيها بشكل كبير كمركز بحوث صحراء في المنطقه الصحراويه. بدايما التواصل مع المزارعين احنا بنعمل لهم حاجه اسمها مدارس المزارعين الحقليه، ان احنا بنجمع المزارعين ونبدا نشرح لهم ازاي يشتغل، ازاي يربي حيواناته كويس، ازاي يتعامل مع حيوان، طريقه التهويه في الحظائر، التعرض للشمس امتى، من غير الشمس امتى، تهويه الحظائر ازاي، يعني يجمع المخلفات اللي موجوده عنده. كل ده لابد ان يكون عنده درايه كامله بيه عشان يوصل بالانتاج بتاعه لاقصى انتاجيه. ازاي وقت الحليب هيحلب امتى ويحلب ازاي، دخلنا عمليات الحليب الحلبات الصناعيه، ازاي يحلب صناعي ما يحلبش يدوي خلاص عشان الميكروبات والكلام ده، فازاي يحلب صناعي، ازاي يحول المنتج بتاعه ده لمنتج امن، زي ست السيدة البيت أو سيدة الأسرة يكون لها دور في عمليات التصنيع الألبان وعمليات التصنيع الغذائي. كل ده إحنا اشتغلنا عليه ودايما بنشتغل عليه وبنتعامل مع المربين. عندنا بعض البروتوكولات اللي موقعة مع بعض الجهات الخارجية والداخلية زي منظمة الأغذية والزراعة، زي المركز العربي لدراسات المناطق الجافة، زي المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أماكن كتير جدا إحنا عاملين معاها بروتوكولات بتهدف إلى إحداث تنمية زراعية مستدامة في المناطق اللي إحنا بنشتغل فيها كمركز بحوث الصحراء. وإن شاء الله يعني إحنا في الفترة القادمة فيه أكتر من بروتوكول جديد تم تدشينه في مناطق كبيرة زي منطقة بعض الوديان اللي موجودة في مناطق أبورديس في جنوب سيناء. يعني حاجة تقريبا تقدر تقول ما فيش أي دراية بالإنتاج الحيواني أو بالإنتاج الدجاجي، لا الحمد لله إحنا بدأنا ندرب الناس، بدأنا نعمل مشروعات هناك لإنتاج الدجاج البياض، بدأنا نعمل مشروعات لسلالات الأغنام البرئي، إزاي يبقى عنده مشروع الإنتاج الحيواني وإزاي يستثمر فيه كويس، بحيث إن إحنا نكبر عدد المهتمين والمشتغلين بالثروة الحيوانية مع توفير زي ما قلنا عناصر الإدخال بشكل يعني أقل تكلفة عشان نوصل لمنتج عالي بتكلفة أقل، وبالتالي ده يقلل من تكاليف المنتج النهائي اللي احنا هنطلعه، وبالتالي بينخفض سعر المنتج إن شاء الله.